هو منافس ودود ولكن بدون الواو، يعني دود. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. ورحب معي مباشرة بالسيد مراد علوان، مهندس البرمجيات. يعطيك العافية أستاذ مراد. يعني في الساعات الأخيرة كان أكثر سؤال تداولا ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هل سيحل تطبيق ثريدز مكان تويتر؟ بداية تحية لك وللمستمعين. يمكن أن تطبيق ثريدز يكون له تأثير كتير كبير على تويتر وإيلون ماسك، لأن التطبيق يعتبر تحدي مباشر لتويتر وهذا لا يخفى على أحد، وبالتالي فهو يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن بديل، فهو يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها شبكة تويتر لا تخفى على أحد، خاصة في حالة التخبط الأخيرة. القرارات الأخيرة التي أخذها إيلون ماسك من تحديد عدد التويتات القادر شخص على مشاهدتها ووضع تصنيفات أشبه أو كأنه يقوم بعمل طبقية اجتماعية ضمن تويتر نفسه، فإذا كنت أنت من الأشخاص الجدد يحق لك أن ترى 300 تغريدة أو 500 تغريدة، وإذا كنت من الأشخاص القدام يحق لك أن ترى تغريدات أكثر، أما إذا كنت إذا كان لك العلامة الزرقاء فيحق لك أن ترى 6000 تغريدة، وقام بتغيير طبعا هذا العدد أكثر من مرة، دليل على حالة تخبط واضح في شبكة تويتر. أيضا فيما يخص موضوع خطاب العنصرية، تويتر إلى الآن لم تتخذ أي معالجة حقيقية فيما يخص هذا الموضوع. الأمر الآخر هو تقييد حرية التعبير على هذه الشبكة وفرض رقابة على التغريدات. إذن كل هذه الأمور والإرهاصات يعني جعلت مستخدم تويتر حقيقة يشعر بأنه غير مرتاح. ليأتي تطبيق ثريدز في الوقت كهدف ذهبي في الوقت بدل الضائع من شركة كبيرة كشركة ميتا، وإن كانت شركة ميتا يعني لها تاريخ في الإخفاقات خاصة فيما يخص التطبيقات المقلدة، ولكن الموضوع هنا يختلف كون أن التوقيت توقيت حساس، وهذا أولا. وثانيا يعني لا يخفى على أحد بأن التطبيق حصل على أكثر من 10 مليون تحميل خلال الساعات الأولى لإطلاقه. يعني على كلامك أن التطبيق مقلد، يعني أكثر ما نشر يعني كان في منشور متداول على تويتر اللي هو أنه مستخدم في صناعة المنصة الجديدة هو الكنترول والسي والفي فقط، فهو يعني نسخة مقلدة عن إنستا حسب ما بتشوف حضرتك. هذا مقصود، هذا الأمر مقصود لكي يحافظوا على تجربة المستخدم. هو فقط يريد حاليا يعني حقيقة عندما يقوم بعمل هذا النسخ المباشر، وهو قادر أصلا على أن يقوم بالتغيير، ولكن عندما يتقصد أن يعمل هذا النسخ المباشر الكلون، فهو بالتالي فعليا يستهدف مستخدم تطبيق تويتر تحديدا، يعني شريحته المستهدفة هي مستخدم تويتر. هو لا يريد لمستخدم تويتر عندما ينتقل لاستخدام ثريدز أن يشعر نفسه بأنه انتقل إلى منصة جديدة، فالأمور حافظ عليها كما هي. يعني كما أعود للنقطة الأولى، هذا تحدي واضح من ميتا لشركة تويتر. ونحن طبعا يعني بالتأكيد يعني جميعنا يسمع بأن الفترة الأخيرة كان هناك تراشق للاتهامات، أو دعنا نقول تراشق للإهانات بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، فربما نشهد قصة ثانية لشركة نوكيا، ولكن هذه المرة ليست على يد جوجل وإنما على يد ميتا. أيضا يعني كمان مارك يعني صرح بشكل صريح بأنه التطبيق هو منافس ودود، يعني حسب ما قال لتويتر. طيب يعني أستاذ مراد، حسب خبرتك شوف هو منافس ودود ولكن بدون الواو، يعني دود. طيب بالنسبة ل يعني خبرتك بمجال التطبيقات، شو بتشوف إنه مميزات الثريد ممكن تضفي على يعني مستخدمي منصة تويتر؟ لا، بشكل عام ميتا تستخدم استراتيجية لجذب المستخدمين لثريدز. هذه الاستراتيجية يعني أعلنت عنها بأنها بدأت، أو بالأحرى نسقت قبل إطلاق ثريدز، نسقت مع المستخدمين الأكثر شهرة أو
الذين نسميهم المؤثرين، نسقت معهم وشجعتهم على أن يقوموا بالنشر بهذا التطبيق. إضافة إلى أن تطبيق ثريدز لا يخفى على أحد بأنه يتكامل بشكل كامل مع تطبيق إنستغرام. إذن يعني أنت عندما تنتقل لتستخدمه فأنت كل شيء لديك جاهز. أنا عندما قمت بعمل حساب على ثريدز لم يأخذ مني الأمر سوى ثواني معدودة، وقام باستيراد كل شيء من حسابي الإنستغرام. يعني ماذا يعني كل شيء؟ يعني ليس فقط صورتي الشخصية والبيو ومعلوماتي، لا، والمتابعين أيضا. قام أيضا باستنساخ اهتماماتي، يعني جميع ما جمعته عني إنستغرام في السنوات الماضية هو قام بنقل هذا البروفايل إلى ثريدز. يعني أنت الآن أمام مستخدم، هذا المستخدم يأتي وينشئ حساب ولديه أصبح لديه بروفايل كامل يمتد لعدة سنوات جاهز. يعني يمكنك أن تتخيل الأمر. فبالتالي هم لم يبدأوا من الصفر، هم حقيقة يبدأون من الرقم 9 وعليهم أن يصلوا إلى 10. طب هذا الربط مراد يعني ما بين الثريدز والإنستا، هذا الربط يعني في ناس قالوا أنه يعني في حال أراد الشخص الآن حذف حسابه على الثريد بعد ما عمله لازم يحذف حسابه على الإنستا، هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بالضرورة. طيب لا. بالنسبة للتوثيق يعني حضرتك يعني حكيت من ناحية الربط يعني نفس اللي عم نحكي فيه اللي هو ما بين الإنستا والثريد، التوثيق بيكون أيضا في استفادة أظن بهذا الموضوع. الناس اللي موثقة على الإنستغرام بتنتقل لهم الإشارة تلقائيا على الثريد، وهذا من المميزات المشجعة أظن. نعم، وأيضا من المميزات المشجعة أنك أنت الآن تستخدم ثريدز بدون إعلانات، لا يوجد إعلانات عكس تويتر. تويتر اللي طبعا الناس يعني ملت منه في الآونة الأخيرة مثل ما قلت حضرتك، يعني بالنسبة لي سياسة العنصرية والأمور الأخرى تقييد التغريدات والمشاهدات. طيب يعني بالنسبة لمراد يعني شو المميزات اللي بتشوفها بالثريد يلي بتخليك تترك تويتر وتنتقل للمنصة الجديدة؟ حقا يعني أعود وأقول بأن الاختلافات الرئيسية حتى الآن هو تطبيق كلون، ولكن الاختلافات الرئيسية أن هذا التطبيق لا يظهر أي إعلانات، وهذا يعني يجعله جذابا للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة منصة التواصل الاجتماعي خالية من الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك يبدو يعني أؤكد على هذا الموضوع مرة أخرى، يبدو بأن شركة ميتا قدمت هذه المنصة كبديل لتويتر. بشكل عام أنا أرى يعني أتوقع شخصيا بأن الآن شركة تويتر أقرب ما تكون لأن تلاقي مصير شركة نوكيا حقيقة. طيب بالنسبة لإطلاقه في أوروبا، قالوا أنه تم تأجيل إطلاقه هناك بسبب مخاوف قانونية. هاي المخاوف القانونية فيك تحطنا أكثر بصورتها؟ لا، ليست مخاوف قانونية. لا، الاتحاد الأوروبي لديه قانون، هذا القانون سيكون سارئ المفعول بدءا من عام 2024، اللي هو قانون الأسواق الرقمية الجديد. قانون الأسواق الرقمية أو فيما يعرف اختصارا بالـ DMA. هذا القانون وجد لكي لا تقوم الشركات الكبيرة بطحن الشركات المتوسطة والصغيرة واستغلال المستهلكين وانتهاك خصوصيتهم. لذلك شركة ميتا الآن لا تستطيع أن تقوم بإطلاق برنامجها في الدول الأوروبية قبل أن تتأكد من أنه مستوفي جميع هذه المعايير. هذا هو الأمر، لا أكثر ولا أكثر. خصوصا بأنه الربط ما بينه وما بين الإنستغرام تجنبه من البدء من الصفر، وهو ما يعاني منه يعني اللي بيطلقوا منصات جديدة. يعني هون هن أخذوا قاعدة البيانات كاملة مثل ما قلت حضرتك، نقلوها لمنصة ثريد. نعم، تاريخ المستخدم ينتقل معك، يعني أنت تاريخك كمستخدم ينتقل معك. لا أقصد بتاريخك الشيء الذي أنت تراه، أقصد بتاريخك ما جمع عنك من بيانات تنتقل مع انتقالك إلى هذا التطبيق. وبالتالي يعني أعود وأقول بأنه هو لا يبدأ من الصفر، هو يبدأ من 9 والمطلوب منه أن يصل إلى 10. وهذا طبعا هذا الأمر يعني يجنبهم التحدي البدء من الصفر. مراد علوان مهندس البرمجيات، أتشكر كثير لتواجدك معنا في هذه الحلقة من أورينت بودكاست. شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي أوفيتنا فيها. يعطيك العافية.